سؤال انه هل الاسعافات ما بتقدر تصلني؟ لا انا راح اعملك تنسيق من مركز الاسعافات تكلكش. انا موجود جنب الجيش، كله راح يكون تمام. طب انت الاسعافات هتحمل المرضى والطواقم الطبيه؟ ما في اي مشكله. طيب والنازحين؟ النازحين لازم يطلعوا من المستشفى. طب كيف يطلعوا؟ النازحين يحملوا مثلا يرفعوا رايات بيضاء ويمشوا مع بعض ويطلعوا من الباب ويضلوا صحيح باتجاه الجنوب؟ صحيح. اي اتجاه ناخده؟ اي اتجاه نمشي مثلا شارع النصر وبعدين وين نروح؟ لما تطلعوا من المستشفى بدنا اياكم تتحركوا شرقيا حتى شارع عصام سرطاوي. شارع عصام سرطاوي؟ من شارع عصام سرطاوي انزلوا جنوبا لشارع امين الحسيني. امين الحسيني حتى شارع الجلاء. حتى الجلاء. ومن الجلاء انزلوا جنوبا. جنوبا خلص، بعدك بنمشي لحد رايحين لصلاح الدين وبنضل على جنوبا. صحيح. تعرف انه بدنا نتحرك من بنايين، مبنى النصر ومبنى الرنديسي. خليه انزلوا لنفس الشارع. كلمتك بعد ما حكيت انا شخصيا مع القائد المسؤول اللي موجود بالميدان. المهم انتوا بتقدروا تطلعوا وتتخرجوا من ساعة 11 وتول. اوكي، بس بضل انا اتواصل معك. في ملاحظة مهمة جدا. ايش؟ الناس اللي تلقين النازحين حلي يكون في ايدهم اي اشي ابيض عشان يكون واضح انه ما عندهمش سلاح او اشي تاني، عشان انت عارف الحساسيات بالميدان. كله بده يطلع رافع ايديه. ممتاز.